تقبل الهدية يا شيخ ولا لا؟ لا تقبل، لأنكم أنتم ناس ما كويسين. طيب يا شيخ، طيب اوكي اوكي يا شيخ، هسه مثلا انت وصلت 4 مليون تمام، واجت بنت عليك وانت لا بتعرفه ولا بتعرفك، وجابت لك كيكه وورد، تقبلها ولا لا؟ ولا غير تقبلها والله. يعني انا حتى اخرج من المأزق بقول لها يعني تفضلي في زوجتي، اقعدي مع زوجتي وكذا، وقدمي الكيك لانه يعني زوجتي راح. مش متزوج. حكومة جنبه. ايوه، ولكن يا شيخ تقبلها في كان في يعني في البث مراقب من قبل الزوجة.